لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، 21 طلقة تمزق جسم الناشط تحسين الشحماني والسلطات تلتزم الصمت. في صحيفة الزمان، مفوضية حقوق الإنسان تحذر من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين. في موقع عربي 21، سقوط صاروخي كاتيوشا داخل قاعدة عسكرية تضم أمريكيين شمالية بغداد. في العرب اللندنية، الميليشيات تستبق زيارة الكاظمي إلى واشنطن بمزيد من الهجمات. الهيئة العراق الصحة تسجل أعلى إحصائية يومية في أعداد المصابين بكورونا. في القدس العربي، مسؤولون إسرائيليون تطبيع الإمارات ليوقف البناء بالمستوطنات. وفي الشرق الأوسط، واشنطن تحول عائدات النفط الإيراني المصادر إلى صندوق ضحايا الإرهاب. السلام عليكم. سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على زيارة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لموقع سجن مطار المثنى في بغداد، الذي يحتجز فيه عدد من الناشطين في تظاهرات تشرين عام 2019. ويشير الموقع إلى أنه على الرغم من محاولة الكاظمي أن يكون مستجيبا لدعوات المحتجين بالإصلاح، فإن منظمات حقوق الإنسان والناشطين يركزون على ملف السجون السرية، لأنهم يعتقدون أن قسما من المتظاهرين المفقودين موجودون في تلك السجون، لكنهم غير مسجلين في القوائم الخاصة بالمعتقلين. الموقع أشار إلى أن الكاظمي تحدث مع عشرات السجناء هناك وسألهم فيما إذا كانوا هنا بسبب ممارستهم حقهم بالتعبير عن الرأي، طالباً فتح سجلات السجن والبحث فيها عن الذين احتجزوا بسبب حرية التعبير عن الرأي. وينقل الموقع عن أنس العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان قوله إن تقارير الرصد الميداني للمفوضية تشير إلى أن كثيراً من المحتجزين ضمن المتظاهرين غير مسجلين في السجلات الرسمية، خصوصاً في بغداد. ويضيف الموقع أن زيارة الكاظمي لسجن مطار المثنى جاءت وسط دعوات ومطالب لمنظمات حقوق الإنسان والمواطنين بالكشف عن مصير أولئك الذين فقدوا والذين يعتقد بأنهم موجودون في سجون سرية. ويؤكد نشطاء في الاحتجاجات العراقية أن 11 من المحتجين على الأقل قد اختفوا ويعتقد بأنهم محتجزون في سجن مطار المثنى أو في السجون السرية. وينقل الموقع عن دوناتيلا روفيرا مستشارة خلية معالجة الأزمات في منظمة العفو الدولية قولها إن المغيبين ليسوا مقتصرين فقط على المشاركين بالاحتجاجات، بل هناك أشخاص آخرين تم اعتقالهم منذ سنوات من قبل قوات أمنية وفصائل مسلحة، ويجب التحقق من مصيرهم في مراكز اعتقال متعددة في البلاد ومنها السجون السرية. ويضيف الموقع الأمريكي أن تقارير حقوق الإنسان الدولية تشير إلى أن هناك أكثر من 60,000 سجين في العراق، بضمنهم 1,000 امرأة، موزعين على 13 منشأة اعتقال كبيرة. ويؤكد الموقع أنه حصل على معلومات تشير إلى أن سجون العراق مكتظة بنزلائها بما يزيد على 3 أضعاف سعة استيعابها، وما قد ينجم عن ذلك من التسبب بنقل الأمراض وانتشار فيروس كورونا بينهم. يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 من الشهر الحالي في ظل الأوضاع الضبابية التي تعيشها العملية السياسية في العراق، وخصوصا تظاهرات تشرين الأول التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي. فارس الخطاب يرى في صحيفة العربية الجديد أنه من المرجح أي يصوغ طرفا الحوار صيغة مذكرة نهائية تبقي على الوجود الأمريكي في العراق.
لن يرضي هذا الأمر طهران وحلفائها في العراق، لبل سيغضبهم جداً، ولذلك سيحاول الكاظمي الضغط على الجانب الأمريكي للقبول بحلول وسط مع إيران وتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها ليقيم نوعاً من التوازنات بين مصالح العراق في الوجود الأمريكي وقلق إيران وتخوفها من هذا الوجود على مقربة من طول حدودها الغربية، وأيضاً من ضغوط العقوبات ورغبتها غير المعلنة في إعادة أجواء من التفاهمات المشتركة مع واشنطن. الكاظمي الذي لم تثمر زيارته لطهران شيئاً في تغيير مسارات العمليات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق قد يضع أغلب آماله في مساعدات واستثمارات أمريكية تنتشل بلده من أزمات خانقة، جلها ذات منحن اقتصادي لم يعد بمقدور حكومته مواجهتها كأزمة الكهرباء المزمنة وجائحة كورونا والمساعدة في ضبط الأمن الذي يقود إلى زيادة إقبال المستثمرين الأمريكيين على السوق العراقية. الفصائل المسلحة بشكل شبه مطلق تشكك في نيات الكاظمي، ويرى بعضها وخصوصاً شديدة الولاء لطهران أنه سيبحث بشكل شخصي مواضيع تمس وجودها. كذلك يعتقد بعضهم أن الكاظمي سيستعين بالجانب الأمريكي في موضوع حل الحشد الشعبي أو تحجيمه باعتباره هيئة عسكرية عقائدية لا يمكن احتواؤها. وبحسب الكاتب فإن الكاظمي سيحاول إفهام الأمريكيين أنه في حال فشله في الحصول على التعاون الأمريكي المطلوب لا يتمكن طوعاً أو كرهاً من الاستمرار بمنصبه رئيساً للوزراء، كذلك لن يبقي لهم خلفه فرصاً كبيرة للبقاء في العراق. كثرت التصريحات الإعلامية والأقاويل والأحاديث السياسية والبيانات الحكومية حول موضوع الانتخابات النيابية القادمة في حزيران 2021، وهي تمثل سلسلة من خطوات وإجراءات تعبر عن طبيعة العملية السياسية وأهدافها ومنطلقاتها. أياد العناز يتساءل في صحيفة البصائر: هل ستتمكن حكومة الكاظمي من إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر؟ تأتي دعوة حكومة بغداد لتحديد 6 حزيران 2021 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب في ظل أجواء متوترة تخيم على عموم العراق ومشاكل تواجه الحكومة القائمة وأزمات اقتصادية تتمثل بضعف الإيرادات المالية بسبب الفساد الكبير الذي شهدته البلاد. أصبح العراق تحت هيمنة سياسية لطبقة فاسدة استحكمت بمقدرات البلاد وتصرفت بالمال العام وشجعت على تهريب الثروات بمساندة الميليشيات التي تقدم الدعم والمساعدة والدفاع عن هذه الطبقات لقاء مبالغ كبيرة ومنافع كثيرة ومصالح مشتركة تربطهم جميعاً، بعيداً عن آمال وطموحات الشعب العراقي الذي بقي أسيراً لهؤلاء المتحكمين والمسيطرين على القرار السياسي والاقتصادي. هذه هي صور المشهد السياسي العراقي والواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء الوطن وطبيعة الصراعات والمناكفات الحزبية والمنافع السياسية للعديد من الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية والتي تعمل جاهدة على استمرار هذا الوضع السيء قائماً لتمرير سياساتهم وإبقاء منافعهم الفئوية والحزبية. فهل تتمكن حكومة الكاظمي من الالتزام بوعودها للشعب العراقي في إقامة انتخابات قادمة؟ أم هي عملية مناورة سياسية غايتها إطالة أمد بقائها ضمن أهداف ميدانية تسعى إليها؟ الكاتب يشكك في قدرة حكومة الكاظمي على تنفيذ التعهدات التي منحت للجماهير الشعبية المنتفضة الثائرة في ساحات وميادين ثورة تشرين المجيدة، وسنرى العديد من الوقائع والأحداث التي سيشهدها الواقع السياسي العراقي وتشكل صورة قاتمة للمشهد العام في البلاد. يتواصل تقاطر الوفود العربية والدولية إلى بيروت بعد الكارثة التي حلت بها مساء الرابع من آب الحالي، وهذا الزحام تحت العنوان الإنساني له بالطبع بعده السياسي، خاصة من جانب فرنسا التي تسعى لإيجاد قوة في جدار المأزق السياسي. خطار أبو دياب يرى في صحيفة العرب اللندنية أن لبنان سيشهد إبان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سباقا بين تدويل الحل من خلال نجاح المبادرة الفرنسية برضا أمريكي أو استمرار الاستعصاء داخليا وإقليميا.
يتضح أن الفارق كبير بين الرغبة الدولية في تأليف حكومة جديدة إنقاذية وبين سعي الفريق اللبناني المهيمن على السلطة لاستيلاد حكومة تراعي مصالحه وتعد نسخة منقحة عن حكومتي حسان دياب وسعد الحريري الأخيرتين. هذا وبالرغم من الكلام عن ضغط فرنسي على التيار العوني وباقي القوى السياسية وعن تعهد قدمه روحاني بتسهيل مهمة ماكرون، ينبري فريق حزب الله للقول إن فرنسا تراجعت تحت الضغط الأمريكي عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية لصالح حكومة محايدة تحبذها واشنطن بهدف استبعاد حزب الله. وما اللغط الحالي حول تسمية رئيس الحكومة إن كان الرئيس السابق سعد الحريري أو الدكتور نواف سلام إلا الشجرة التي تحجب الغابة، لأن لب المشكلة يتمثل في قبول ميشيل عون عدم تمثيل جبران باسيل وكذلك قبول حزب الله مبدأ خروجه من التركيبة الحكومية التي كانت تمنحه غطاء شرعياً. ومن المعوقات الفعلية أمام مبادرة ماكرون أن الفترة الفاصلة حتى آخر هذا الشهر تحفل باستحقاقين بارزين: قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وتجديد ليونيفيل قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان. وبالطبع يراقب حزب الله بقلق هذين الاستحقاقين ولا يبدو مستعداً لتقديم تنازلات من دون ضمانات. الكاتب يرى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحرك وسط الألغام في الملف اللبناني، ويعلم جيداً أن منع الانهيار ليس مهمة يسيرة مع كل هذه التعقيدات والتجاذبات، وأن أبعاد الكأس المرة عن بلاد الأرز يتطلب تفاهمات داخلية وإقليمية بغطاء دولي أو من خلال وصاية دولية على لبنان محايد. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للكاتب الفلسطيني داود كتاب، قال فيه إن الاتفاقية العقيمة بين الإمارات والكيان الصهيوني لا تزيد على كونها خدعة لتضخيم إدارة ترامب بشكل مصطنع قبل الانتخابات. الكاتب أكد أن المشكلة في الضجة الكبيرة التي أثيرت حول هذا الموضوع هي أن الأمر ليس اختراقا حقيقيا، وهي لن تجلب السلام بين الإسرائيليين والعرب. الكاتب يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أجل أصلاً خططه للضم بعد أن رفض ذلك المجتمع الدولي وأكثر من نصف الإسرائيليين، والتي كانت ستكون انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. ومن ناحيتها كانت الإمارات قد أخلفت وعدها مع الفلسطينيين والعرب بالقيام بأفعال تطبيعية مع إسرائيل. ويعلق الكتاب بأن هناك الآن أكثر من أي وقت مضى حاجة حقيقية وملحة لجلب السلام للمنطقة، إلا أن هذا الذي يطلق عليه اختراق فشل في تقديم حتى خارطة طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي امتد عقوداً طويلة. ولا يمكن إهمال توقيت وسياق الاتفاقية، فنتنياهو يواجه تهم فساد موثق ويحاول أن يخلص نفسه من صفقة الائتلاف الحاكم مع حزب أزرق وأبيض، وهو يأمل أن ذلك سيحسن فرصه في تحقيق فوز بأكثرية في الانتخابات المحتملة الرابعة خلال أقل من عامين. ويأمل ترامب الذي تظهر استطلاعات الرأي تأخره عن منافسه في أن يحظى بدعم أكبر من مؤيديه الصهاينة اليمينيين على شكل دعم مادي للحملة، بما في ذلك من الملياردير المؤيد لنتنياهو شيلدون أدلسون، الذي كان منزعجاً لأن ترامب لم يؤيد نتنياهو بما يكفي في سعيه لتطبيق خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد. ويضيف الكاتب أن المأساة في كل هذا هو أنه سيتم محو الفلسطينيين تماماً من كل الحديث عن الاختراقات والسلام، ولكن كلنا يعرف أو يعلم أن السلام الحقيقي سيحل فقط بالالتزام أو سيحل بالالتزام بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية، وكل شيء عدا ذلك لن يزيد على كونه جزءا من سيرك دبلوماسي مخزن. هل هناك فروق يمكن الحديث عنها بين تطبيع وتطبيع، أم هي الجهة المطبعة كما يحلو للذباب الإلكتروني؟ أي يردد؟ ياسر الزعاترة يرى في موقع عربي 21 التطبيع الإماراتي الصهيوني تطبيعاً مختلفاً لأن المرحلة ذاتها مختلفة، فحين وقع السادات معاهدته التي اعتبرها العرب قاطبة ضرباً من الخيانة، كانت قصص السلام والحلول لا تزال في بدايتها، وكانت الحجج السائدة أن هناك حاجة إلى تقريب العدو من لغة السلام. ما نريد قوله هو أن التطبيع السابق كان يملك بعض التبرير المتعلق بالسلام،
لكن الموقف ما لبث أن تغير بعد ذلك، خاصة بعد انتفاضة الأقصى وصولاً إلى طرح المبادرة العربية عام 2002، والتي جاءت في لحظة ضعف للنظام العربي الرسمي أمام أمريكا. منذ ذلك الحين غابت خطوات التطبيع نسبياً باستثناءات محدودة، ثم عادت من جديد بعد ولوج محمود عباس في الوهم من جديد، ثم بعد ظهور المشروع الإيراني على حقيقته كمشروع مذهبي وحديث البعض عن أولوية مواجهته. هكذا يمكن القول إن هذا اللون من التطبيع يختلف جوهرياً عن سابقه، من حيث أنه يأتي بعد كشف أوهام السلام ووضوح الصهاينة في كشف حقيقة سقفهم السياسي في الحل، بدليل أن التبرير الذي طرح للاتفاق هو تعليق مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان والاعتراف بالاستيطان وشطب قضية اللاجئين. أمام الجانب الآخر لاختلاف هذا التطبيع عن سواه، فيتمثل في أنه لا يأتي بحثاً عن السلام وأوهامه، لأن أوهامه انكشفت تماماً، بل يأتي في سياق من تصفية القضية وفق المعطيات الجديدة، فضلاً عن أنه يهيل التراب على المبادرة العربية التي جعلت الحل سابقاً على التطبيع. الكاتب يرى أننا أمام مشهد خيانة لقضية الأمة المركزية وليس مجرد تطبيع كالذي شهدناه من قبل، ويكفي أن تصف قيادة السلطة الفلسطينية الأمر على هذا النحو وهي الوالغة في بيع الوهم والتعاون الأمني مع العدو حتى ندركه على حقيقته. حصل الطالب العراقي براق أحمد 18 عاماً على قبول في جامعة كامبريدج لدراسة الطب بعد حصوله على درجات عالية في دراسته التمهيدية، وأحرز الترتيب الأول على زملائه. وبحسب موقع الجزيرة نت، فإن براق توجه إلى بريطانيا وهو في الثالثة من عمره بصحبة جدته لإجراء عدة عمليات في فخذيه المصابتين بمرض نادر. وأثناء غيابه في بريطانيا للعلاج ساءت الأحوال في العراق ولم يستطع العودة، فدخل المدرسة وهو لا يعرف شيئا من اللغة الإنجليزية، وكبر في بريطانيا دون أن يتمكن من رؤية والديه لعشر سنوات. وعلى الرغم من إجراء 9 عمليات جراحية وتناول علاجات لمواجهة ألامه اليومية بسبب خلل التنسج الخلقي في مفصل الورك، فقد حقق أعلى الدرجات خلال تعلمه في المدرسة. ولفت براق إلى أن والده اضطر لبيع منزل العائلة في العراق عام 2005 حتى يوفر مصاريف السفر والعلاج له في بريطانيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.